بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان مسك الختام في رحلتنا هذه أن نرد إلى هذه الدوحة المباركة وإلى هذه الجامعة المباركة، ونسأل الله أن يتقبل منا رحلتنا، هذه الرحلة الدعوية العالمية السابعة لمشايخ ومدرسي وطلاب وأحباب معهد المعارج للدراسات الشرعية. نخرج في كل سنة في كوكبة، نذهب إلى إقليم من الأقاليم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السنة إلى هذا الإقليم. وكانت النية أن نتوجه إلى بلد آخر، ولكن دارت الأقدار وحكمت أن نكون في هذا الإقليم، ونحن في هذا البلد المبارك، أول مهبط لأول خليفة في هذه الأرض سيدنا آدم. في كل لحظة نتنفس ما لا يعبر عنه بلسان، وما لا تحيط به العقول من إفاضات الحق سبحانه وتعالى ومن تجليات الحق سبحانه وتعالى. ونحمد الله أن امتن علينا أن نحضر في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله أن تكون شافعة موصلة لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الرحلة بما في الركب من علماء أو مدرسين أو مهندسين أو غير ذلك، جئنا مستمدين من علماء هذه البلدة ومتبركين، ونتبادل الخبرات وتنشأ الصلات وتقوى الصلات. فكما سمعنا من كلمة شيخنا الشيخ عون القدومي، هذه كلها مدارس واحدة ومنهج واحد. وعندنا في معهد المعارج للدراسات الشرعية يبدأ الطالب بدورة العلم الواجب، أخذناها من حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما عنونه العلماء بحديث أم السنة الذي كان في آخر 60 أو 70 يوم من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري، عندما جاء جبريل إلى رسول الله وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة. فالإسلام خدم في الأمة في علم الفقه، والإيمان في علم العقيدة، والإحسان في علم التصوف. يبدأ الطالب في هذه الثلاثة علوم، ثم يتوسع في أكثر من 18 علما في مستويات متنوعة. ومن أبرز الكتب التي ندرسها لعلامة من لبار فتح المعين، وهذا الكتاب كلما طالعنا فيه يجعلنا نتعشق هذه البلاد وما فيها من العلوم ومن الفهوم. فلما أتينا إلى هنا وجدنا من الشروح العجيبة في المنطق أو في العقائد أو في البلاغة أو حتى في كل العلوم، وجدنا فيها من المتون ومن الشروح ما لم نجده حتى في بعض بلداننا البلدان العربية. فنسأل الله أن يبارك في علماء هذه البلدة. وكذلك مما يتميز به منهاج المعهد أنه بالإضافة إلى البرنامج العلمي المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هناك برنامج خاص في العلوم النبوية. يعتاد الكثير على أن يدرس أخبار المصطفى في السيرة أو في بعض أخباره في الشمائل، لكن هناك علوم نبوية 5: علم السيرة، وعلم الشمائل، وعلم الفضائل، وعلم الدلائل، وعلم الخصائص. وكل علم من هذه العلوم له شأنه وله كيانه وله مسائله وله أصوله. فهذه العلوم تدرس في المعهد بسند متصل، بكتب منوعة، بدورات لطلاب العلم وللعوام، وبأنشطة تخدم هذا الموضوع. وكذلك في برنامج في التأهيل الدعوي لكل من يتصل بالمعهد ليخرج داعياً خادماً وطالباً للعلم ومتصلاً بأهل الله وبمنهج الذكر، ويحقق حقيقة الاكتفاء الذاتي، ليكون المؤسسة أو المعهد مكتفية ذاتية بما فيها من شؤون ترعاها ولا تحتاج إلى غيرها. وجئنا اليوم إلى شيخنا الشيخ إبراهيم البخاري، والفقير كنت أتواصل مع أخي عبد الصمد في كل يوم أكثر من مرة، عسى أن نحظى بشيخنا، لكن سبحان الله ما تيسر الأمر. وبارك الله في هذه الرحلة في خواتيمها أن نأتي إلى شيخنا. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك.
كخير الخلق كلهم مولاي لي وسلم أبدا على حبيبك خير ليهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم مولاي لم دائما أبدا ليهم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل غير منخرم مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم أبدا على حبيبك خير كلهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه.